أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة ومواصلة التنسيق المشترك معها لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الصيني وانجي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد وانجي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وعدد من كبار المسؤولين الصينيين بالاضافه الى سفير الصين بالقاهره صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان وزير الخارجيه الصيني سلم السيد الرئيس رساله من الرئيس الصيني شين شينبينغ تضمنت التهنئه على اعاده انتخاب السيد الرئيس لفتره رئاسيه جديده وتاكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكه الاستراتيجيه الشامله بين البلدين وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. من جانبه وجه السيد الرئيس الشكر للرئيس الصيني، منوهاً إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومؤكداً استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي. وفي ذلك السياق، تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك. حيث تم تاكيد العزم على استمرار مشروعات التنميه الاقتصاديه المشتركه سواء على المستوى الثنائي او في اطار العضويه في تجمع بريكس ومبادره الحزام والطريق. اللقاء شهد تبادل الرؤى بشان تطورات الاوضاع على المستويين الدولي والاقليمي، خاصه التصعيد المستمر في المنطقه على خلفيه العمليات العسكريه الاسرائيليه في قطاع غزه، حيث اكد السيد الرئيس ضروره وقف اطلاق النار في غزه. لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي وقد اتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري مثمنا دور مصر المشهود له عالميا على المسارين السياسي والإنساني وتم في هذا الإطار استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات، بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أهالي غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبا. والتي تمثل الاغلبيه العظمى لما يتم تقديمه من اجمالي المساعدات، مع تاكيد ضروره تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لانفاذ المساعدات الى غزه اتساقا مع قرارات مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده ذات الصله. ذكر المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان اللقاء شهد كذلك تاكيد موقفي مصر والصين بضروره الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع. للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من ارضهم كما تم الاتفاق على ضروره معالجه جذور الازمه من خلال التسويه العادله والشامله للقضيه الفلسطينيه على اساس حل الدولتين واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وفقا لمقررات الشرعيه الدوليه